تمكنت قوة مكافحة الإرهاب من السيطرة على جامعة الموصل بشكل كامل في إطار تقدمها في المناطق الشرقية من المدينة والخاضعة لسيطرة تنظيم داعش. مصادر عسكرية قالت إن قوات مكافحة الإرهاب تقترب من استعادة الجانب الشرقي للمدينة بالكامل. وذكرت المصادر أن القوات الأمنية تقدمت باتجاه منطقة النبي يونس واقتحمت أجزاء منها، وذلك في إطار سعيها لاستعادة ما تبقى من أحياء يتحصن بها مسلحو داعش في الجانب الشرقي من الموصل. في غضون ذلك، أكد مصدر عسكري فشل تنظيم داعش في إمداد مقاتليه العالقين في الجانب الشرقي بالأسلحة والمسلحين بعد قطع الجسور الخمسة التي تربط جانبي الموصل الغربي والشرقي. تم اقتحام جامعة الموصل من جهة المعهد الفني أو المعهد التقني اللي هو يعتبر الحدود الفاصلة بينه وبين حي الصديق. تم عبور الموانع اللي كانوا مهيئيها الإرهابيين، وتم تدمير خطوطهم، انهارت قطعاتهم أو مفارسهم اللي موجودة. تم الاندفاع بسرعة باتجاه عمق الجامعة. تم السيطرة على المعهد الفني الآن، على الأقسام الداخلية للطالبات، والآن قطعاتنا تقدم باتجاه عمق الجامعة وباتجاه رئاسة الجامعة.